مساء الخير أيتها القدس، كم من الطرق توصل إليك لكن أحدا لم يصل حتى الآن. منذ ما يقارب النصف قرن والطريق إليك أصبح شعارا لا خريطة طريق. طريق القدس أين يمر؟ طريق القدس يمر بالقلمون وبالزبداني وبحمص وبحلب وبدرعة وبالسويدة وبالحسكة. القدس لا تمر بالزبداني. بهذا الهاشتاج وهذه الخريطة رد ناشطون سوريون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي على كلام السيد حسن نصر الله. ليست المرة الأولى التي يحدد فيها الطريق إلى القدس، وقد وضعت له مسارات مختلفة على مدى عقود. في العام 1976 وفي عز الانخراط الفلسطيني في الحرب اللبنانية، أطلق أبو أياد المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية شعاره الشهير طريق القدس تمر من جوني. في العام 1979 وبعد الثورة الإيرانية رفع الخميني شعاره الشهير الطريق إلى القدس يمر عبر كربلاء، لتندلع بعدها حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران. في العام 1990 وعلى وقع الغزو العراقي للكويت قال صدام حسين إن طريق القدس يمر بالكويت. في العام 2012 رأى أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أن طريق تحرير فلسطين يمر عبر مصر والشام. في العام 2014 وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء قال مستشار خمانئي علي أكبر ولايتي إن طريق تحرير القدس يمر عبر اليمن. بعد عاصفة الحزم في العام 2015 أعلن القيادي في الحرس الثوري الإيراني علي رضا بنهيان أن طريق القدس يمر من مكة. الطريق إلى القدس أين يمر؟ تعددت الشعارات وتبدل الطريق فاستحال الوصول.